حتى الآن أنا مش من متابعين المسلسلات، لم أحضر إلا حلقتين من الحشاشين بس عشان أناقشها يعني، لكن يعني وحتى ساعات كده أشوف مسلسل بيعجبني أوي، هشام ماجد، مش اسمه هشام ماجد اللي هو بتاع أشغال شقة، التكوين على بعضها عجباني أوي أوي، لكن ما شفتش مسلسلات تانية يعني. فالحقيقة في بقى مشكلة حاصلة على المسلسلات، وفي قصة كده ما بين المسلسلات وما بين السوشيال ميديا. فاكرين أول بدايات الحرب على غزة كان في مشهد مؤثر جدا تصدر منصات التواصل الاجتماعي في العالم كله، وكان المشهد لأم بتدور على ابنها بعد القصف، وهي بتقول اسمه يوسف وشعره كيرلي وأبيض وحليوة أو حلو. خلينا نفتكر المشهد ده كده حقيقي، ده المشهد الحقيقي. شعره كيرلي وأبيض المشهد يعني غاية وأكبر تراجيديا إنسانية ممكن يعني في العالم في التاريخ على وجه الأرض، إن أم وأب بيشوفوا ابنهم ميت بعد ما اختفى وقعدوا يدوروا عليه ومش لاقين، ومواصفاته هي إنه أبيض وشعره كيرلي وحلو. واحد هيقول لك بتفكرنا بمشهد وجع القلب ده ليه؟ هقول لك الحقيقة إن وجع القلب ده رجع في مسلسل مصري اسمه لانش بوكس بيتعرض في رمضان. المسلسل في مشهد من المشاهد قرر صناع المسلسل، المؤلف والمخرج والممثلة وكل من حاليهم يعني، انهم يستخدموا جملة يوسف وشعره كيرلي وابيض وحلو في سياق ساخر اللي هو ده. لا مش انا البجاحة يا جمال ميزة. لو سمحت انا كنت جاية اسأل على حد بيشتغل عندكم هنا اسمه يوسف او ياسين، اشقر كده شعره كيرلي وحلو. اشقر شعره كيرلي وحلو، قصدي ياسين. هو فجأة أشقر وشعره كيرلي كده وحليوة ويوسف. وعشان المخرج أبو دم خفيف وعشان كتاب المسلسل عارفين إن جميلة عوض بردة ومش هي الممثل القارح اللي يلقي يرمي إفيه، فقرر يعمل حاجة لطيفة قوي. لو سمعنا شوفنا المشهد تاني هنلاقيه بيعمل نهناه الضحك عشان يعمل جاجز يعني اللي هو ضحك هنا يعني، ويخلي كمان الممثل الكومبارس اللي واقف قدامها يعيد نفس الجملة، أبيض وشعره كيرلي وحليوة. عشان نعمل الإفيه نبروزه. نشوف الفيلم المشهد التاني كده. أنا كنت جاية أسأل على حد بيشتغل عندكم هنا اسمه يوسف أو ياسين، اشقر كده شعره كيرلي وحلو. اشقر شعره كيرلي وحلو، قصدي ياسين. هو قال يعني احنا ما سمعناش الاولانيه من جميله عوض، فايه نركز بقى نعمل ستريس على الافيه. اصفر اشقر وشعره ابيض وكيرلي وحليوه. لا مش هنشوف المشهدين، صعب قوي. يوسف
صعب قوي نشوف نحط المشهدين قدام بعض. صعب قوي نشوف ام واب بيدوروا على ابنهم ويكتشف انه استشهد ما بين ناس تانية بتستظرف على مأساة. فحصلت حالة غضب على السوشيال ميديا ضد المسلسل. مخرج العمل قرر يقدم اعتذار غريب. حقيقة ما قالش ان هم اكتشفوا، ما كانش يقصدوا الحاجات دي، لكن قال الاعتذار بيقول اهو: اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة. لم ولن نكون القضية نخونها، وقصده تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام. الله يصبر أهلنا فلسطين ويعينهم. حقيقة إنه في ناس شافت إن ده مش اعتذار كافي يعني، وردوا على المخرج زي الناشط أحمد أمين اللي كتب وقال له: ده كلام المخرج تمام، كنت مستنيك أنت، دي مش صيغة اعتذار عشان التشابه مش علينا، التشابه مقصود بالمرة وانت كذاب. لا لا، اللي البنت بتسأل عنه أشقر وشعره كيرلي وحليوة ولا ده السيناريو المكتوب؟ فأنت يا أستاذ هشام حاجة من اتنين: إما مش عارف تسيطر على اللوكيشن بتاعك وكلها بترتجل ومدينك حديدة تقول فيها كات وأكشن، أو أنت شخصيا صاحب اقتراح تغيير المشهد، وفي الحالتين أنت المسؤول عن أن المشهد اتعمل بالشكل ده. المفاجأة أن مؤلف المسلسل عمرو مدحت أكد أنه ما كانش كاتب الجملة دي في السكريبت، يعني الجملة دي اتكتبت أثناء التصوير في الاستوديو. بيقول أهو: الناس سألت عمرو مدحت حد كاتب كده مؤلف المسلسل، وفي الصورة دي كان رده بجزء من الحوار اللي مختلف تماما عن اللي اتقال، وده معناه ان الحوار محطوط فعلا غصب عن المؤلفين ومحطوط بغرض معين. والصراحة في ناس هنا قمة الانحطاط والوساخة وقلة الأدب وعدم الإنسانية. الناس اللي مش مصدقة احنا في صف مين. فالحرب دي يا ريت تعرف هم مخليننا محطوطين في صف مين. لو حاجة زي كده اتعملت على مصر كان اتلغى المسلسل، اتلغى فيها المسلسل واتحذفت الحلقة من المنصات. وعرض صورة سكريبت اللي فيه المشهد ده، سكريبت يعني السيناريو اهو، عرض سكريبت ورينا كده ادي. طب يا جماعة عشان حق الرد مكفول، مؤلف المسلسل صاحبي وبعت اسأله قال لي ان عمره ما يكتب حاجة زي كده، وبعت لي السكريبت الاصلي وفعلا ما فيهوش الكلام ده، وانه اتخض واتضايق لما شاف المشهد. وبعت صورة السكريبت اهو بتقول: لو سمحت كنا بتدور على حد شغال هنا اسمه سيف او سالم، اسمر شوية ولابس نظارة. ده العكس تماما اهو: تدخل رنا وبسمة المتجر وتسبقهم ندى وهم خلفها، وتوقف احد الموظفين: ندى لو سمحت كنت بندور على حد شغال هنا، اهدى يا معلم، اهدى يا معلم، اسمه سيف او سليم، اسمر شوية كده ولابس نظارة. الموظف: قصدك ياسين، هو في اجازة للأسف. طب ممكن تديني عنوانه؟ شوف بقى، تدخل ندى في المشهد: لو سمحت كنا بندور حد شغال هنا اسمه يوسف، ما بقاش سيف او سليم، اسمر شويه بقى ابيض ولابس نظاره بقى شعره كيرلي وحليوه. العكس تماما، عكس اللي كاتبه المؤلف تماما، قدامك اهو عكسه تماما. الممثلة جميلة عوض اللي قالت الجملة في المشهد اعترفت ان هم غيروا في النص فعلا، وبررت بانهم اتفاجئوا بشكل الممثل. شوف كده قالت ايه جميلة عوض. بتقول جميلة عوض، الاستاذة جميلة عوض، بتقول: ازاي نو واي، يبقى مش مقصود، هو ده اللي حصل. المشهد كان مكتوب اسمر
وفجأة واحنا بنقوله جمعنا ان الممثل اللي جه طلع اشقر، فبدلنا كلمة كلمة واحدة المفروض تكونوا عارفين ان دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن. اظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية، يا رب نتحد ضد العدو. ودي صورة الممثل اهو. طب معلش يا استاذة جميلة، والله مع احترامي لجدك الفاضل الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد عوض رحمة الله عليه، ومع احترامي لوالدك ما شاء الله الاستاذ عادل عوض تقريبا، انا بس عايز اسال سؤال، هو انتوا ما قلتوش من اسمر خليتوه اشقر؟ انت قلتي اشقر وحليوه وشعره كيرلي، يعني انت في السيناريو بتقولوا اسمر ولابس نظاره واسمه سليم، حضراتكم قلتوا يوسف من سليم او سلمان بقى يوسف، ومن اسمر حضرتك بتقول الممثل طلع اشقر، خلاص ما بقاش بس اشقر بقى اشقر وشعره كيرلي وحليوه. ما هو مش مبرر يا جميله برضو، يعني ده مش مبرر انك انت تقولي لي اصل انا لا احنا عشان الممثل طلع اشقر فاضطرينا نقول اشقر. طب وطلع اسمه يوسف؟ طب وطلع شعره كيرلي؟ طب وطلع حليوه برضو؟ يعني